سائل يقول: بعض الناس في بلدنا يقولون إنه لا يجوز التفقه إنه لا يجوز التفقه وتقليد العوام على مذهبي أبي حنيفة والشافعي، بدليل أن متأخريهم أشاعرة وماتريدية، فهل هذا صحيح؟ يتبعونهم في الفقه، أما في العقيدة فلا يتبعون الأشاعرة ولا الماتريدية، يتبعون أهل السنة والجماعة. أما في الفقه يتبعون مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد. نعم.